السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندسين المستقبل، طلبة التعليم الفني الصناعي، إن شاء الله هنكمل الحلقة الثانية في مادة التحكم المنطقي. شرحنا البوابة أنت، وشرحنا البوابة أور، وشرحنا البوابة النفي نوت. هنبدأ نطبقهم ونستخدمهم عملي دلوقتي. وليكن إزاي نحول من معادلة جبرية إلى دايرة منطقية. وليكن في المثال الاولاني بنقول ان مثلا عندي خارج اسمه f يساوي x y z z not. تمام يا شباب، قدامي دلوقتي الدايره اللي قدامي اسمها دايره اند او بوابه اند. بروح ارسم بوابه الاند، بروح احولها الى دايره منطقيه. اتفقنا انها لها مخرج واحد اسمه f، ولها ثلاث مخارج. المخرج الاولاني x y z. طيب انا عشان احصل في الخارج بتاعي على زد داش، لازم احط على بوابة النفي هنا على المخرج على المدخل بتاع الزد. طبعا هبص الاقي الخارج بتاعي عبارة عن x y z داش. يا شباب نكمل كده في مسألة تانية. بنقول ان ما عندي خارج اسمه f، قالك x y زائد x داش y، x y داش زائد x داش y. شباب ركزوا قوي قوي قوي، ولازم يكون معانا ورقه وقلم واحنا بنرسم. قدام الرسمه دي بتقولك ان انا عندي بوابتين منطقيتين، والدايره كلها بتتكلم على بوابه اور. اول حاجه بروح ارسم البوابه اور بتاعتي عادي جدا. ادي بوابه اور. اتفقنا ان بوابه اور لها مدخلين. المدخل الاولاني عباره عن بوابه اند، وادي المدخل الاولاني اكس، وادي المدخل الاولاني واي، وده الخارج بتاعنا. الخارج بتاعنا عباره هيبقى عباره عن اكس واي داش. عشان احصل على واي داش بروح احط بوابه نفي. شباب ركزوا، نحط بوابه نفي على الواي عشان نحصل على واي داش. تمام. المدخل الثاني عندي عباره عن بوابه اند. البوابه اند فيها اكس داش، فبروح ارسم هنا اخد واصلة من الاكس ادخلها على بوابة نفي، بعد كده ادخلها على الاند، وبعد كده عندي واي عادية، بروح واخد واصلة من الواي من قبل البوابة بوابة النفي اللي محطوطة عندي في الدايرة، وادخلها على البوابة اند. اذا عندي هنا اكس داش واي، ده كله خارج معايا على الدايرة اف بتساوي اكس واي داش زائد اكس داش واي. الموضوع سهل جدا يا شباب. تعالى كده وليكن عندي معادلة كمان بتقول ان عندي y بتساوي xy زائد z. بص ان المعادلة كلها لقيتها ان المعادلة كلها بتتكلم على بوابة or. معادلة بوابة or، عندي بوابة or لها مدخلين، ادي مدخل وادي مدخل. المدخل الاولاني عبارة عن بوابة اند، ادي اكس وادي واي. المدخل التاني عبارة عن زد. شباب الدايرة عندي في الاخر عبارة عن اكس، اسف هنخليها دي اف، اكس واي زائد زد. وليكن ان قال لي ان احد الاطراف من دولت وليكن هيخرج بداش، بروح احط بوابة النوت بتاعتي عادي جدا. وليكن قال لي ان الاكس مثلا، فبحط بوابة بتاعتي. احنا فاهمين الفكرة شباب. انا بحاول احافظ على وقتكم، ان شاء الله هبدأ ندخل في المنهج على طول. استعدوا، جاهزين يا شباب؟ بالتوفيق ان شاء الله. يلا انا هبدأ معاكم بالتوفيق. دلوقتي يا شباب هندخل على المنهج على طول. المنهج ده هو منهج التحكم المنطقي الصف الثالث الصناعي. شباب المنهج ده سهل جدا جدا جدا، وما فيهوش حاجة صعبة. كل المطلوب من حضراتكم كأحلامكم انتوا كمهندسين في المستقبل، لازم تكونوا عندكم حيوية واجتهاد. دلوقتي يا شباب هنتكلم عن طرق التمثيل لدوائر التحكم المنطقي المبرمج. بعتذر عن سوء خطي يا شباب لاني بكتب بسرعة. اول حاجة عندي 3 طرق لتمثيل دوائر التحكم المنطقي. عندي اقدر امثل دوائر التحكم المنطقي في 3 طرق. الطريقة الاولانية اسمها LAD، اللي هي المخطط السلمي، والمخطط البوابات المنطقية اللي هي FPD، ولغة القائمة STL.
ركزوا يا شباب ولازم تعرفوا الطرق دي. اول حاجة قبل ما ابدأ في المخطط السلمي لازم اعرف شوية رموز. اهم رمز عندي هو مفتاح كهربي اللي هو الرمز الاولاني. الرمز الاولاني ده مفتاح كهربي في وضع مفتوح، اي مفيش تيار بيمر يا شباب. ده كده بيقول ان في ده مفتاح زي زرار الكهرباء كده، لما بتدوس عليه بيقفل اللمبة بتقفل، معنى كده ان هو من جوه مفتوح مفيش تيار كهربي. طيب المفتاح التاني ده او الرمز التاني ده عبارة عن مفتاح مغلق، اي ان هو بيوصل تيار كهربي من الطرف اللي على الشمال للطرف اللي اليمين. الطرف الرمز رقم 3 ده هو خارج الدايرة. خارج الدايرة ده يا شباب عبارة عن لمبة او مطور او محرك او اي حاجة بيظهر عليها نتيجة الدايرة الكهربائية. طب تعالى يا شباب بقى يلا نبدأ كده نشوف ايه بقى المخطط السلمي ده. على فكرة موضوع المخطط السلمي مخطط سهل وبسيط، ده محتاج بس يتفهم سريعا. بقية المخططات الموضوع محتاج شوية تركيز. دلوقتي يا شباب انا لو عندي دايرة زي كده، زي ما احنا شايفين ده اسمها دائرة مسار تيار. طيب ايه اللي مطلوب مننا؟ مطلوب مننا ان احنا نحولها الى المخطط السلمي. طبعا يا شباب الموضوع هيبقى عبارة عن كده زي ما احنا شايفين. اول حاجة ده المفتاح رقم 1، ده المفتاح رقم 2، ده الخرج او اسمه اتش زي ما بيسميه في الكتاب. دلوقتي هنحولها للمخطط السلمي ازاي؟ انا عندي مفتاح، المفتاح الاولاني ده عندي ايه؟ مفتوح، فبقول له ده كده الخارج ده المفتاح الاولاني. المفتاح الثاني عندي مغلق، فبروح اعمل له الدايره دي بمثلها له زي ما انت شايف كده بالظبط. بعد كده عندي الخارج، قضي الامر يا شباب. ادي المفتاح الاولاني، ادي المفتاح الثاني، ادي الخارج يا شباب، ادي الدايره اللي قدامنا. كل اللي مطلوب حاجات تافهه. طب وليكن ان عندي دايره، وليكن متصله على التوازي، ومعاها مفتاح كمان على التوالي، وادي الخارج بتاعي اهو. احولها الى سلمي ازاي يا شباب؟ الموضوع سهل جدا. بروح ابدا كده، اول حاجه عندي مفتاح S1 وS2 وS3. المفتاح الاولاني ده على التوازي مغلق، اروح حاطط معاه مفتاح على التوازي برضو مغلق. الموضوع سهل جدا يا شباب. وادي مفتاح اوبن مفتوح، وادي الخارج بتاعي عادي جدا يا شباب. ادي S1 S2 S3، وادي الخارج بتاعي. الموضوع اسهل مما نتخيل يا شباب. ده كده المخطط السلمي، معانا كمان تمرينين هنشرحهم مع بعض.